إليها ناظري قلبي وكل مشاعري مشتاقة روحي لها وجوارحي وخواطري للقدس نبحر معكم مع رائد يحلو اللقاء نفحات مصر أحمد مهوى جميع الأنبياء عبر الأنيس نزورها كن أنت أول زائري بنسائم القدس الجميلة ألف زهر عاطري مشاهدين أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم ودائما نسافر معا عبر برنامجكم نفحات مقدسية لنجوب دائما في رحاب بيت المقدس من كل الجوانب التاريخية والدينية والفكرية في برنامجكم سنتكلم اليوم عن حلقة سنجوب في تاريخ أيضا نعود لتاريخ بيت المقدس ودائما نجوب عبر الحقبة العثمانية الدولة العثمانية وبيت المقدس لا نستطيع أنهم الحين نتكلم عن بيت المقدس أو عن مدينة القدس لا يمكن أن نسقط هذه الحقبة التاريخية المهمة من تاريخ بيت المقدس نحن نعلم أن الدولة العثمانية لما جاءت وكبرت دانت لها معظم أقطار الوطن العربي تحت لواء الخلافة الإسلامية فكانت الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية خاصة بعد ظهور نجم الدولة العثمانية وظهر وبالتحديد امتد سلطان الدولة العثمانية إلى بيت المقدس وبلاد الشام ثم بيت المقدس في زمن سليم الأول تقريبا في عام 1516-1517 ومن ذلك الوقت أصبح هناك اهتمام بالغ من طرف العثمانيين أو الحكومة العثمانية أو الخلافة العثمانية بمدينة القدس حتى أن سليم الأول قام بزيارتها مرارا وفي عهد سليمان القانوني أيضا زار مدينة القدس أيضا مرارا وقام ببناء الكثير من المرافق في مدينة القدس بل أعاد بناء السور نحن نعرف أنه كان هناك سور لمدينة القدس لكن جراء الزمان الحروب قد تهدم جزء منه فقام سليمان القانوني ببناء جزء من هذا السور إلى يوم هذا كثير من المرافق كتب عليه اسم سليمان القانوني وحتى سليم الأول وكل من جاء من الخلفاء الأتراك أو الخلفاء العثمانيين قد حافظ على مدينة القدس وأولى لها أهمية خاصة كونها دائما نقول أولى القبلتين وثالث الحرمين وما يفيد هنا يعني في نقطة مهمة جدا خاصة في تاريخ مدينة القدس نجد أن السلاطين أو الخلفاء العثمانيين كلهم تقريبا حافظوا على مدينة القدس ولما كانت الدولة العثمانية في أوج قوتها حافظت على مدينة القدس حفاظا حتى أنها في تقسيماتها الإدارية كانت دائما أحيانا تتبع القدس كلواء أو كمحافظة أو كولاية مستقلة وأحيانا تتبعها إلى ولايات أخرى إلى دمشق أو صيدا أو عكا حسب التاريخ وحسب الأحوال والظروف السياسية في ذلك الوقت وأحيانا تبعت إلى الباب العالي يا ترى لماذا أتبعت للباب العالي أحياناً إن اتباعها الباب أو اتباعها للباب العالي لم يكن محض صدفة وإنما كان لأسباب سأذكرها الآن طبعاً نعلم إنه الخلافة العثمانية ازدهرت فترة وكحال الدول يعني كما يقال هذه الدول أحياناً تصعد إلى القمة ثم تبدأ تنهار وهكذا قال ابن خلدون والكثير من المفكرين حتى الغربيين قالوا أن الدولة دائماً تبدأ كطفل رضيع ثم يبدأ فترة الصبا ثم الشباب ليكون في أوج قوته ثم فجأة تبدأ تنهار الدولة إلى تصبح مرحلة الشيخوخة وهذا ما أطلقت عليه كتب التاريخ على الدولة العثمانية مرحلة الدولة أو الرجل المريض هكذا أطلقت لكن في ذلك الوقت لما بدأت تضعف شوكة الدولة العثمانية بالتحديد بدأت الأطماع الاستعمارية لتجزئة الوطن العربي وسرقت الأراضي الواسعة التي دانت للخلافة العثمانية سواء ذلك في شمال المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب وتونس وحتى مصر وليبيا سواء في المشرق بلاد الشام أو في بلاد الحجاز ففعلا تآمرت الدول الأوروبية على تقسيم ممتلكات وثروات وأراضي الرجل المريض الذي أصبح هي الدولة العثمانية التي أصبحت مدينة أو دولة تنوء تحت حرق الديون وتحت التخلف وأنها لم تساير التطور الذي لحقت أوروبا وتأخرت عن الركب الأوروبي فلماذا دائما السؤال لماذا القدس ألحقت بالباب العالي يعني معنى آخر كانت في الأستانة في أسطنبول كانت الخلافة دائما القدس تتبع لإسطنبول مباشرة لعاصمة الخلافة لماذا؟ لأن الكثير من اليهود
جاءوا للدولة العثمانية وحاولوا أن يشتروا ولاء الدولة العثمانية ببيع فلسطين أو ببيع بيت المقدس أو إعطاء اليهود موطئ قدم في فلسطين وفي بيت المقدس بالتحديد. وجاءت وبدأت الأمور بالتسلسل طبعا، لم تأتي كلها مرة واحدة، وإنما تسلسل أنه لندع اليهود يذهبون ويزورون بيت المقدس، لما كان اليهود كان محرم عليهم دخول بيت المقدس من أيام العهد العمرية بطلب من المسيحيين أنفسهم. فبالتالي لما ذهبوا إلى موطئ قدم زيارة الأماكن الدينية اليهودية في بيت المقدس، هكذا بدأت الأمور بالتدرج. فلما رأى اليهود ذلك فنزلت عدة قوانين في زمن مثلا سليم الأول، مراد، حتى في عهد عبد الحميد الثاني الذي كان دائما ممانعا ورافضا بموجب قرارات وفرمانات بعدم دخول اليهود إلى مدينة القدس أو في مدينة القدس بالتحديد، أو حتى أنه إعطاء اليهود أي امتيازات أخرى، رغم أن اليهود حاولوا بكل جهد لأن يأخذوا امتيازات، أحيانا عن طريق الضغط الأوروبي، عن طريق السفراء، إلى أن تم التحالف مع اتحاد أو جمعية الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة لأتاترك، الذي أنقض ونقض الخلافة الإسلامية. فبالتالي لهذا ألحقت بالباب العالي حتى لا يستأثر بها اليهود، وحتى لا يأخذ اليهود بها أطماع، لأن الحكام العثمانيين كانوا يدركون تماما المطامع الأوروبية، خاصة لما ضعفت الدولة العثمانية. فمثلا على سبيل المثال هرتزل حاول المرات الكثيرة، وقد وسط الكثير من القناصل الأوروبيين وحتى أصحاب المال وأصحاب الجاه والنفوذ وحتى الصحافة الغربية من أجل أن يتفاوض أو حتى أن يصل إلى جلسة مع عبد الحميد الثاني من أجل أن يساعده في الديون التي كانت تنوء بها الدولة العثمانية، مقابل أنه شوية امتيازات، يعني هكذا كان يقولها بعض الامتيازات في فلسطين، لكن دائما كان عبد الحميد الثاني وقف موقفا جميلا وقويا وقال إن هذه أرض إسلامية وليست لي، ولن أظلم إخواني المسلمين، كان يقصد ذلك أهل فلسطين أو من يسكن في فلسطين في ذلك الوقت. طيب ثم جاءت، هل هذه المرة الأولى؟ لا، لم تكن هذه المرة الأولى، وإنما أيضا جاءت مرة أخرى عن طريق القنصل الروسي أيضا، ثم بريطانيا، يعني مثلا حكومة المسترون، رئيس الوزراء البريطاني حاول كثير جدا وقال إن اليهود يريدون يعني بعض الامتيازات في فلسطين مقابل مساعدة الدولة العثمانية على النهوض من كبوتها الاقتصادية والاجتماعية وتخلفها عن الدول الغربية، لكن كان دائما جواب الخلفاء العثمانيين لا، وخاصة عبد الحميد الثاني الذي سجل موقفه بماء من ذهب والرفعة. وهذا ما يقودنا إلى أن نرى أن وضع تركيا أنه طيب ما إذن كيف حدثت وكيف سقطت فلسطين طالما أنها كانت ضمن الخلافة الإسلامية. نحن نعلم أن اليهود وخاصة يهود الدونمة الذين تحالفوا مع ألمانيي الأتراك بالتحديد، مع مصطفى أتاترك الذي يقال له أبو الأتراك، وهو لم يكن أبو الأتراك بقدر ما كان مدمر الأتراك الذي أولا حارب الخلافة الإسلامية فأسقطها، فلم تصبح فلسطين تابعة للخلافة الإسلامية، وإنما أصبحت تركيا بحدودها الآن هي الدولة التركية فقط، وما كل ما يدور في فلك الدولة العثمانية سواء بلاد الشام بالتحديد فلسطين لم تعد للدولة العثمانية. ثم ظهرت قوانين كثير جدا ذات طابع عنصري ضد العرب، مما ساعد على قيام الثورة العربية الكبرى سنة 1916، ثم انتشار الملاهي والرذيلة والكثير من الموبقات في داخل تركيا عن طريق جمعية تركيا الفتاة طبعا اللي بمساعدة يهود الدونمة، حتى أن الكثير من الكتاب والمفكرين اليهود والبريطانيين والأوروبيين قالوا كأننا نجد في هذه الجمعية أو هذا الحزب أنه نصفه أنه تحالف ما بين الأتراك واليهود، وفعلا قاموا بالتآمر على السلطان عبد الحميد الثاني بعدما رفض، وخمس سنوات هم يحاولون محو وهو يرفض ودائما يقول لا، فلسطين عربية، فلسطين إسلامية، ولكن تغلب الجانب اليهودي والاتحاد مع الأتراك الذين أرادوا أن إسقاط الخلافة الإسلامية ونفوء إلى سالونيك. وهذا ما حدا بالسلطان عبد الحميد الثاني لأن يكتب رسالته لكثير من المشايخ في الوطن العربي في ذلك الوقت في بلاد الشام بالتحديد، وأخبرهم أنه الآن سيسقط وسينفع إلى سالونيك، وأن لماذا؟ لأنه لم يقبل التنازل عن مدينة القدس ولم يقبل التنازل عن أي شبر من فلسطين، ولهذا جاءوا بمن يقبل بهذا
وبالفعل انه فتره طويله جدا يعني لم يسافر من تركيا او لم تسمح بتركيا في ذلك الوقت لليهود بالسفر الى فلسطين الا تذكر بعض كتب التاريخ انه 55,000 و55,000 يعني في فتره قرنين من الزمن فهو قليل جدا، وهذا يدل على ان الدوله العثمانيه او تركيا حفظت فلسطين اربعه قرون، في حين انه العرب اليوم لم يحفظوها قرن، يعني نصف قرن يا ترى، وكانت فلسطين في حكم المباع. ولهذا يعني لو ارجعنا الى الامر الواقع ونظرنا الى الامر الواقع، نحن نقول انه حين تركيا وافقت يعني عن طريق أتاترك وجماعة أتاترك بالتنازل عن فلسطين، هل يا ترى تركيا استفادت وتقدمت؟ الحقيقة أن تركيا لم تستفد ولم تتقدم، وإنما ضاعت وبالعكس تدهورت اقتصاديا ولم تتطور، وعاشت تركيا قرابة 100 عام في تخلف وفي ضياع وفي وضع اقتصادي مزري، إلا أن نهضت يعني حديثا. أنا لا أتكلم عن فترة النهوض الحديث، وإنما أتكلم أنه هل الوعود اليهودية التي كانت يقطعونها للخلفاء العثمانيين وبالتحديد لعبد الحميد وفيما بعد لأتاترك، هل اليهود نفذها؟ وبالفعل أنه هل تطورت الدولة العثمانية؟ بالعكس، هل تطورت تركيا؟ لم تتطور تركيا، وإنما تم تأليب الجماهير العربية عليها، وهذا ما حدث مع ثورة 1916 ما تسمى بالثورة العربية الكبرى، ثم أنه أقاموا باجتثاث كل ما في جانب خلقي في داخل تركيا. ولهذا يمكن أن نقول لكل الذين يقولون أو الذين الآن يعني نسمعهم يقولون في عبر وسائل الإعلام بأنه التعامل مع والتطبيع مع الجانب اليهودي بأنه سيمنح السلام والاستقرار، وأن هذه الدول التي تنادي بهذا الكلام ستستفيد من التكنولوجيا، نقول لهم في تركيا إن لكم في تركيا وفي الدولة العثمانية لعبرة، فأنكم لن تتقدمون بل ستندمون. وصدق الشاعر حين قال: وتطبلون لفرحة مغشوشة وستخرجون بفرحة الحداد. إلى هذا الحد أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يهفو إليها ناظري قلبي وكل مشاعري، مشتاقة روحي لها وجوارحي وخواصي.